العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غنريج القصة إجن الحديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاوض نظرس إجن الواقعة إجن الحداث يقع سجدا زي الأعراب زي السكان البادية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يراح الضيف غالبادية غو صحابية ونجازي الكامب ويكارم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إن ساس دغانا شي دوالا غا المدينة نسمى لو سيد غا المدينة أو دغانا زوار نض باش تي كارم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أحن وسانوسين يوسيد الأعرابية ونيتي غا المدينة وميد غايصا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الناس هل لك من حاجة تطلبها؟ واش غاك شي حاجة تحتاج جد هذاك تقضير طلب. ولا شك ولا ريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب لا يرد. فمن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم من يطالبوا نيتي؟ لأن مادام يتوبى قيل كامبو قيل البادية يطالب شي حوايج من البادية. و الناس أريد ناقة أركبها وأعنزا أحلب لبنها أو يحلب أهلي لبنها. إن الطلب غي جور ما خاصنايا الطلب واش نتغطن أنزق أش فين سن. النبي صلى الله عليه وسلم استقل هذا المطلب باش ديج الحاج تما دنيئة ديج الحاج والو يسن غاس ديج الهمة عالية غاس ديج الهدف يعرى غاسي ديج الغاية يطمح لها. لأن هذه الفرصة إنك النبي صلى الله عليه وسلم إنك طالب أقضي لك حاجتك وطالب شي حاجة ذو عراد عز طالب الجنة طالب الحوض طالب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طالب الفردوس الأعلى طالب أن تغفر ذنوبك طالب الشهادة في سبيل الله طالب شي حاجة أك تدعو الله عز وجل أك توفى. النبي صلى الله عليه وسلم نسني الصحابة أيا عجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل. مين ممكن نوتري الهمة أنكم عالية أن نوتري ما من مستعفنين رجال جبال إسرائيل. الصحابة التقطوا هذه الإشارة ناس يا رسول الله ما بالو العجوز رجال جبال إسرائيل مين دي المغاثة ما القصة ما حكايتها وما روايتها وما خبرها عوذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس القاثة ومغيف موسى عليه السلام أقبنوا إسرائيل فغند زي مصر فتاهوا يوضع سنوريد أضلوا الطريق وفي مصر أبريد يوضع. فأشار عليه علماء بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى إن ناس قد سبق الضلال مزيد أن يوضعوا بيد كان خالف الميثاق ذي العهد نخنك سيدنا يوسف عليه السلام. لأن يوسف عليه السلام إلى وشينس العهد وشينس الميثاق أنه يطلب ذلك سنغاس هذا الموتين زي مصر هذا وان سن هذاك سن الجسد أن يأخذ عظامه. والجسد الأنبياء لا تأكله الأرض ولا تأكله الدود يطغي مغمن النبي أم خيمة من يطغي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالتونس وذي ذلك سين شيء والسين الماني جاون ضريس. فموسى عليه السلام الناس ومن يدري أين قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا خبره عند عجوز من بني إسرائيل. قايش ندم غاطي جندو الساعزي بني إسرائيل أخذ زدقنا قال سان من يجي جون ضر ونتي نسيدنا يوسف عليه السلام الناس ائتوني بها وين طمغاثني الناس الناس موسى عليه السلام هذا غندمر انظر يوسف عليه السلام الناس هذاك ثمره ولكن حتى تعطيني حكمي هذا يذو شرط الشرطين اكيد غير الشرط الناس وما حكمك وما شرطك الناس ان اكون رفيقا رفيقه لك في الجنه الزوغ كي كيريغ ديال الجنه انا شوفي الهمه العاليه كي مره غنضر ما يتجايه ولكن غايرج الشرط ما راه غادي يتضمن
وكيكيرك الجنة. الناس هذا ليس لي روح الجنة باش كيديري كذا وستيخشينش. فأوحى الله عز وجل إلى موسى، وموسى كان كليم الله عز وجل، الناس أعطي لها شرطها ضمن نص أكيكيري الجنة. شو تما أطيل بضاموات، أطيل بذدات، أطيل بذين عاشين، أطيل بالزواج، أطيل بذي فوناسين، أطيل بذي غطان، أطيل بشين حاش الدنيا من الدنيا. ما يميل هم ما يسعى ليا ما يميل، لأن توارى من ما يوشتك الدنيا غادي فينا. أريد ذو ميش، الدنيا كذا عدا. خوان الناس شزوا غادي لغاكي هيك شكي الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. فأميس غير ضمن بأنه وكيستيري الجنة، الناس راح طيج البحيرة، قسم دمني، سخوم دمني، خبشم، أذي ندفن الجثة بن يوسف عليه السلام. وفعلا نبشوا ذلك القبر وتلك الأرض، فوجدوا قبر يوسف عليه السلام، ثم سنتين فانطلقوا، ثم يدوروا بريد أماكن وذازير. أغرين خو بينسان طفنا بريد. ذا تنتهى القصة. عند مغاثة ثانيتين عجوز بني إسرائيل، السل علماء كان كل المؤمن يخصاصي الهمة العالية، ولا سيما في رمضان كان كي شهر رمضان يخصاصي ما هذه زياش ويخ العزيمة يسخل إرادة ينس ويتعقي الشيء ويتفشي الشيء يختم القرآن أسي عاود الزوج أربع نار كعي يخصاص الزوجة ستة، الزوجة ستة الزوجة ثمانية صدق قد أذانه يخصاصي ليش الهدف إمغاء لأن في نشين ريام يغران دغ الله عز وجل وذيج الموسم الطاعة يكي عدا المؤمنين كسي تزود راسي ذيج لما عالية وذي عشير وقت يسكي فاقشر كي فاسف الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم تحب المؤمن القوي ذي كرشي وثاذيج التجارة الله عز وجل يخسر الإنسان تستغل يخسر يغتنم الفرصة يثنيتي وتجيب الوقت التلفازة وتجيبوا الوقت الفيسبوك وتجيبوا الوقت الحوجة وتجيبوا الوقت النكات وتجيبوا الوقت الأفلام وتجيبوا الوقت المسلسلات وتجيبوا الوقت مازال فاقشر، وإنما ذي الوقت للجد للعمل للتضحية ريما غيغران ريما قوان ربما غادي يسعر ضنانيت أتى الإنسان اللي تجي ذاك الدنيا قاع. إذن هذه الفرصة أن الإنسان الذي ري حريص مرمى يوفاش ندوار زي ظهور أن الخية تغتنم فاستبقوا الخيرات قال الله عز وجل يقنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يقنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أما الأمور الدنيا يقنا فمشوا في مناكبها فمشوها ها تزلشي وتحمزواشي، ولكن الأمور الآخرة أمور الحسنات يقنا فاستبقوا الخيرات إذ المسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأسأل الله تعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.